دجاجيله لوبيا خضره، نكونوا فورناها 10 دقائق، ما تزيدوا لها ما تنقصوا 10 دقائق، يعني 10 دقائق ونطفوا عليها وما نغليوهاش نفوروها. نحتاج كميه من اللحم، نحتاج ملعقه صغيره تاع الخردل، نحتاج حبه ثوم يعني حبه كومبلي ونسكرفجوها، كمون، فلفل كحل، كركم، زنجبيل، شويه تاع زعتر، وعلبه تاع كريم فريش. ملاحظه اللوبيا تاعنا كنتيونا راح نطيبوها في الكوكب. اولا درت الزيت نقلي مليح الثوم، من بعد نضيف قطع اللحم هكا نقلي مليح، ثم اضفت التوابل والملح. الان راح نضيف اللوبيا هكذايا، نكمل نقليها مليح، نضيف لها القليل من الخردل ونص ماء سكر، نضيف كذلك زعتر. الآن راح نقص لها مليح ونخليها تطيب بالعقل. نغلق الكوكب تاعها مليح. اذا بعد ما نفتحوا على اللوبيا تاعنا راح نضيف لاكريم فريش، نديروا العلبه كامل كل الكميه، نحركها ونخليها زيت تشرب شويه ونطفي عليها. إذن كيما راكو تلاحظوا لازم نخليها تشرب كامل لاصوص تاعها، يعني لازم تجينا ناشفه شويه، ما لازمش تجينا يعني فيها المرقه. اذا الطبق تاعنا الان راهو واجد. نتمنى تكون عجبتكم الكيفيه تاع اللوبيا سوتي بالحم في الكوكوط. لا عجبتكم الوصفه بارطاجيو الفيديو لاصدقاء تاعكم، شاركوا معاهم الوصفه، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، شاركوا في القناه ليصلكم الجديد. كما راكم تلاحظوا انا هنايا عملت بشرت لها شويه تاع الفرماج من الفوق باش نزين الطبق تاعي. اذا راح نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.